مع تجدد القتال في غزة وتراجع فرص التوصل لهدنة جديدة، بدأت إسرائيل في الحديث عن خطوة مثيرة للجدل في إطار مقترحات بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وتتمثل بإقامة منطقة عازلة في القطاع لمنع أي هجمات مستقبلية عليها. وكالة رويترز نقلت عن مصادر مصرية وإقليمية أن إسرائيل أبلغت عدة دول في المنطقة برغبتها في إقامة منطقة عازلة بين غزة وإسرائيل لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين. ورداً على سؤال عن ذلك المخطط، قال أوفر فولك مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للسياسة الخارجية في تصريحات لرويترز إن الخطة تحمل تفاصيل أكثر، وإنها تقوم على عملية من ثلاثة مستويات وتشمل تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع بحسب وصفه. مصدر أمني إسرائيلي كبير كان قد أكد أن فكرة المنطقة العازلة تجري دراستها، وأنه ليس من الواضح في الوقت الحالي مدى عمقها وما إذا كانت قد تصل إلى كيلومتر واحد أو كيلومترين أو مئات الأمتار داخل غزة، فيما شبه خبراء ذلك المخطط بالمنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان عام 2000، لكنهم شككوا في فعالية إقامة منطقة عازلة في غزة بالنسبة لإسرائيل.